الله سميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أخوتي أخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وألتقيكم على موعد جديد في هذه الحلقة المباركة من برنامج سجاي هذه الحلقة ستكون مخصصه الى موضوع لعله نعاني منه بكثره وهي ليست سجيه من السجايا وانما هي عكس السجيه سجيه الانسان هو ان يكون على لفظ على لفظ صالح لفظ جميل لفظ طيب قول يرتاح له الكل هذه هي من سجايا الإنسان وتحدثنا عنها في لعله مررنا بها في الحلقات السابقة هناك أمر يحدث يسلب هذه السجية عن الإنسان أن يكون كلامه عذب أن, أن يرتاح له الناس أن تطمئن له القلوب ألا وهو مسألة بذاءة القول والفحش مره في مزاح، مره في كلام، مره في عصبيه، مره في مشكله، مره في نقاش والى اخره، تكون هناك مع الاسف عند البعض وليس الجميع، عند البعض هناك نوع من البذاءه اما بفحش القول او بالسباب او بالشتام والى اخره. اخواني هذه هذه المساله مساله لعله واحده من اهم مشاكلها هي مساله التعود على هذا النطق اللسان كملكه وكطاقه من طاقات الانسان في الكلام ايضا خاضعه الى مساله التعود والتعويد فكل لسان وكل فم تعلم او تعود على نطق هذا الكلام البذيء الفاحش لعله والعياذ بالله يكون له اشبه بمساله التسبيح للمؤمن، لذلك نجد ان ما ما تنفر منه النفوس عنده عند هذا ذو الكلام أو ذو اللسان البذيء عنده أمر طبيعي جدا وكأنه يستغرب أنا لم أقل شيئا أنا كنت أمزح أنا كنت أتناقش وهكذا لماذا؟ لأن في نفسه تعودت على نطق القباحة والبذاء وبالتالي بعد لا يفكر أو لا يستهجن ذلك الفعل وهي واحدة من المشاكل الاجتماعية التي لها مخاطر عده وكما سياتينا قال في الكافي عن محمد بن يحيى عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال ان من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه ان يكون فحاشا لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه واحده من علامات ان يكون الانسان شريكا مع الشيطان منجذبا اليه مشاركا له في 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 عمله وهو المفروغ منه ان هذا الشيطان ابليس اللعين هو فاحش منكر في حد ذاته ما هي هذه وعلامه قال علامته لا يبالي ما قال لا يلتفت الى قوله هل هذا الذي اتكلمه كلام لائق ام غير لائق كلام ايماني ام غير ايماني كلام يرضى به الله ورسوله ام لا كلام يتقبله المجتمع ام لا وهكذا لا يبالي هذا الانسان الفحاش لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه، ايضا لا يبالي انه حينما يتحدث عنه الناس انك كذا انك كذا بعد لا يبالي لا لا يتاثر لا يكون عنده رادع هذا هذا نوع من انواع شركاء الشيطان في اعمالهم والعياذ بالله ونستجير بالله من شرهم. وفي حديث اخر عن رسول الله صلى الله عليه واله. قال إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل له فإنه لغية او شرك شيطان. لغية يعني اجلكم الله منسوب الى المقاربه المحرمه الزنا وهو شريك الشيطان. وفي حديث آخر عن أبي عبد الله الصادق فقال وهي منقوله عن سماعه وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي مبتدئا أول ما ما دخل سماعه ابتدأه الإمام الصادق قال يا سماعه ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك. كأنه هناك كانت نوع من الخصومة بينه وبين من يكر الجمال أو الجمال هو ما, ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك إياك أن تكون فحاشا صخابا لعانا فحاشا أي, أي أن يكون كلامه فيه فحش وصخابا أي أنه حينما حينما يتحدث يتحدث بصخب بصوت مرتفع جدا صخب يجعل في المكان حينما يتناقش حينما يتنازع حينما يكون هناك نوع من من المشاكل يكون صخابا يسمى والصخاب من الصخب وهو الصوت المرتفع العالي جدا هذا الذي ايضا يكون معروف. قال اياك ان تكون فحاشا او صخابا او لعانا. لعان من كثره اللعنه، لعنه الله عليك، لعنك الله، لعنتك الملا هذا كثره اللعن للناس هذا يسمى لعان. اخوان هذه الامور الثلاثه ينبغي الاجتناب عنها. ينبغي فنكمل الروايه. فقلت والله لقد كان ذلك نعم صحيح الا انه انه ظلمني هذا الجمال كان ظالما لي لذلك في تجاوزت في 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 كلامي ارتفع صوتي لعنته لعله فقال ان ان كان ظلمك لقد اربيت عليه قال إن كان هو ظالم لك فبفحشك بالقول فبسبك ولعنك وصخبك زدت ظلما عليه إذا هذه أيضا من المظالم هذه أيضا من المظالم إن هذا ليس من فعالي الإمام الصادق إن هذا ليس من فعالي ولا امر به شيعتي استغفر ربك ولا تعد استغفر ربك ولا تعود قلت استغفر الله ولا اعود اذا اخواني هذه مساله جدا مهمه واختم كلامي ايضا في هذا المضمار قال في حديث عن رسول الله وهو مهم جدا قال صلى الله عليه وآله ألا أخبركم بأبعدكم مني شبهاً يعني أبعدكم شبهاً بما أوصاكم الله به ولكم في رسول الله أسوة حسنة أبعدكم من هو؟ قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا منهم قال الفاحش المتفحش البذيء بذيء اللسان البخيل المختال هذا الذي يتكبر في مشيته في اكله في مطعمه هذا يسمى المختال يختال وكانه طاووس بعيد عن التواضع البخيل المختال الحقود اذا اساء له شخص لا ينسى تلك الاساءه لعله الى سنوات طويله الحقود الحسود يحسد الناس ويتمنى زوال النعمة عنهم القاس القلب البعيد من كل خير يرجى غير المأمون من كل شر يتقى إذا أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله قال الفاحش الفحاش البذيء هذا أبعد شيء من من رسول الله ومن اخلاقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطاهرين. نسال الله عز وجل ان ينبهنا من نومه الغافلين وان يصن السنتنا وقلوبنا من الفحش والرذائل انه جواد كريم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين